صوت صافرات الإنذار يرتفع، يبدو إنه هجوم جديد. الهجمة بحسب خلية الإعلام الأمني استهدفت قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية الملاصقة لقاعدة فيكتوريا التابعة لقوات التحالف الدولي والقريبة من مطار بغداد الدولي، وتم إسقاط الطائرة المسيرة بلا أضرار بشرية أو مادية. منصات إعلامية قريبة من الفصائل المسلحة أكدت استهداف قاعدة فيكتوريا، هجوم يأتي بعد أسبوع على إحاطات الممثلة الأممية جنين بلاسخارت في مجلس الأمن الدولي الخاصة بالوضع العراقي، أشارت فيها إلى دبلوماسية الصواريخ رافضة أن يكون العراق فناء خلفيا للمنطقة ويتم انتهاك سيادته بشكل متكرر. يرفض العراق أن يتم معاملته كحديقة خلفية للمنطقة مع انتهاكات مستمرة لسيادته وسلامته الإقليمية. دبلوماسية الصواريخ كما سمتها بلاسخار تنشط كلما وصل فرقاء السياسة إلى طريق مسدود، فيما يؤكد خبراء الأمن والدفاع إنها تنشط أيضا عند تعرض الجارة الشرقية لأحداث أمنية خطيرة كما حدث مع اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني قبل يومين. أعتقد ورد أيضا على بعض الاغتيالات اللي صارت في إيران خلال اليومين الماضيين، وهذا نعرف أنه التواجد الأمريكي هنا وعمق العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ما يعتبر رد لها. عودة صواريخ كاتيوشا للظهور في سماء بغداد بعد انقطاعها شهرين مؤشر على أن الانسداد السياسي وصل إلى مراحل غير مسبوقة، خاصة مع تهديدات الفصائل المسلحة باستهداف إقليم كردستان في سيناريو قد يستنسخ الهجمات التي تعرض لها الإقليم منذ مدة بعد أن فشلت أوراق الضغط السياسي بالتأثير في صلابة موقف التحالف الثلاثي. حيدر البدري، UTV بغداد.